حروبا تثني ودمار. ماهر ماهر يا الله طفل شاطر ما أحلى. إن البيئة للإنسان جنة سلام وأمان. إن البيئة للإنسان جنة سلام وأمان. ماهر حساس ورقيق ولبيئته خير صديق. ماهر حساس ورقيق ولبيئته خير صديق. لماذا لم تكمل طعامك يا ماهر؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه، لقد شبعت. سأذهب لزيارة صديقي حامد. المهم ألا تتأخر بالعودة يا حبيبي. إن شاء الله يا جدتي. ولكن ما الذي ستفعلينه بالجبن؟ هذا الجبن سوف أضعه للفأر. ماذا تقولين؟ أنت هكذا تدللين الفأر كثيرا يا جدتي. لا، سأضعها في المصيدة وتعرف ما سيحدث. إذا لما لم تحضري له قطة؟ هذا أسهل. عموما أنا سأبحث لك عن قطة وأنا ذاهب لزيارة صديقي حامد، وبالتأكيد سيهرب الفأر عندما يرى القطة، فالفئران تخاف من القطط كثيرا. توكلي على الله ولا تقلقي. لو استطعت أن تحضر القطة سنتخلص من الفأر. مرة أخرى جد حلا لهذه الطيور التي تقضي على دجاجاتي وفراخي. مع السلامة. ما رأيك يا سيدي أن ننظم مسابقة لاصطياد هذه الطيور وننتهي من همها؟ هذه فكرة جيدة. إذا قم بإزالة كل اليافطات التي كتب عليها الصيد ممنوع. واضح، وسيتم التنفيذ حالا. أعلن عن المسابقة واذكر في الإعلان أن من يصطاد طائرا سيأخذ جائزة قيمة. أريد أن أرتاح من تلك الطيور. هيا تحرك يا مسعود. أهلا بصديقي ماهر، تفضل بالدخول. غرفتك جميلة جدا. شكرا لك، لكنها بحاجة إلى الترتيب. ما هذا؟ لديك مكتبة مدهشة فعلا يا صديقي. ولدي المزيد من الكتب والمجلات في هذه الصناديق هنا. سوري. ما الذي فعل بها هكذا؟ الفئران. ماذا سأفعل معها؟ إنها تأكل كل شيء أمامها. هذه الفئران لها أضرار كثيرة، وعلينا أن نجد حلا لهذا الموضوع. ولكن أنت مخطئ بهذا يا صديقي. كيف تضع الكتب في هذه الصناديق الكرتونية؟ إنها كتب قديمة ولكنني أحب اقتناءها. الكتب التي تلفت ليست بالكثيرة، وباقي الكتب يمكن أن نستفيد منها. ولكن كيف؟ يمكنك أن تتبادلها مع أصدقائك، أو يمكن أن تضعها في مكتبة المدينة، أو يمكن أن نبعث بكل هذه الكتب إلى مصنع إعادة تدوير الأوراق، فهم هناك سيستفيدون منها. ما رأيك؟ هذه فكرة رائعة يا صديقي، سنذهب إلى مصنع إعادة تدوير الورق. فكرة صيد الطيور هذه رائعة. يجب أن أشترك في هذه المسابقة. أنا أكره الطيور الجارحة، إنها تصطادنا. أريد منهم أن ينظموا مسابقة لاصطياد القطط. أصدقائي، إلى أين أنتم ذاهبون؟ أخبروني. بعد ما فعله وديع لن نستطيع البقاء في الواحة. أخاف من المسابقة. لكن أرجوكم لا تبتعدوا،
امنحوني فرصة لأكلم صديقي ماهر، وأنا واثق من أنه سيجد لكم حلا. حسنا يا صقور، نحن في انتظار صديقك ماهر، وسوف نرى ماذا سيفعل ماهر من أجلنا. هنا. لا يا ماهر، أنا سعيد جدا لزيارة المكتبة، سوف أقوم دائما بالتبرع بالكتب الزائدة لهذه المكتبة. سيدي، نريد أن نتبرع بهذه الكتب إلى مكتبة المدينة، فنحن لا نحتاج إليها. وأريد التبرع بهذه الكتب أيضا. شكرا لكما أيها الصغيران، ولو أن الجميع يقتدي بما تفعلانه الآن لكانت المكتبة دائما بخير. كانت فكرتك رائعة يا مسعود. أي أنا تلميذك يا أستاذ. وديع مجددا، هو وراء كل المصائب التي تحدث هنا. شكرا لك يا ماهر على كل ما فعلته من أجلي اليوم. الحمد لله، لقد أنجزنا المهمة على أكمل وجه، والكتب الباقية في أمان، والفئران لن تصل إليها أبدا. أنا أشكرك على فكرتك الرائعة. يا صديقي، لا شكر على واجب. الطيور بدأت تهجر الواحة، وأنا لا أعرف ما العمل. لا تخف يا صقور، عندما يعود ماهر سيتصرف، ولكن هل يمكن أن يصطادني أي أحد؟ أنا أخاف من هذه المسابقة السيئة. من الأفضل لكما أن تختبئا. أيمكن أن يصطادوني وأنا هنا؟ انظرا، لقد أتى ماهر. سأخبره بنفسي يا عوزة، أرجوك لا تتدخل. مرحبا، كيف حالكم؟ ما الذي تفعلونه هنا؟ أنا أبحث عنك يا ماهر، وديع نظم مسابقة لاصطياد الطيور، الطيور الجارحة مثلي. ماذا؟ لا أصدق، هذا أمر بمنتهى الخطورة، هذا لا يجوز أبدا. بسمة كلمة ورسمة. بالالتفاف هكذا أهرب من الكاميرا. بالمناسبة مخالفاتك مصورة، ومن ضمنها تسجيلات زائدة على البرنامج التالي. إنك تشكل خطرا على الجميع، توقف جانبا، هيا بسرعة. كلمة رسمة. صدقني يا عم وديع، الذي تفعله أمر في غاية الخطورة، أنت بهذه الطريقة سوف تضر بالتوازن البيئي. رغم أنني لم أفهم ما قلته، ولكن سأجيبك، ما دخلك أنت؟ أنت تقول هذا من أجل أصدقائك اللي وزة وصقور، وما هذا، فأنا أعدك أننا لن نصطادهما. هذه الطيور مفيدة جدا في المدينة، إذا تركت المدينة سوف يصبح الوضع خطيرا جدا، ألا تفهمان؟ هذه الطيور تأكل الدجاج الذي أربيه، ويجب أن تعاقب على فعلتها. هي حقا تفعل ذلك، ولكنها تأكل القوارض أيضا، لو انتشرت القوارض في كل مكان ستكون هناك كارثة. ألا تمل من هذا الكلام؟ عد لجدتك كي تروي لك حكاية. أي ازدادت الفئران ولا أعرف ماذا أفعل. لا تقلقي، إن شاء الله يا جدتي غدا سنتصرف بموضوع هذه القوارض. نعم أسمعك، تكلم.
ماذا قلت؟ الفئران تهاجم كل المحاصيل؟ لا يمكن، أنا قادم حالا. في رأيي أن ننظم مسابقة لاصطياد الفئران، ما رأيك يا سيدي؟ انتهى الامر يا ماهر، لقد الغيت المسابقة، لن يصطاد احد الطيور الجارحة، لقد اقتنعت بكلامك حقا. لكن هذا لن يعفيك من العقاب، عليك ان تشتري المبيدات التي ستخلص الواحة من هذه الكمية الكبيرة من الفئران، هل هذا واضح؟ فهمت وديع؟ اشتري. سيدي، هل يمكن استبدال الشراء بالسجن؟ الطقس اليوم جميل، لا طيور جارحة ولا قطط، لكنني أشعر أنها ستمطر مع أننا بالصيف. ما هذا الذي يحدث؟ هل غيروا موضوع المسابقة أم ماذا؟ يا إلهي، سيصطادوننا. من الواضح أن الهرب هو الفكرة الممتازة الآن، هيا اهرب. العلم ونار لبراز، نحن للبيئة حراس. العلم ونار لبراز، نحن للبيئة حراس. العلم ونار لبراز، نحن للبيئة حراس. نتسلح بالعلم سلاحا، في أيدينا القرطاس. نتسلح بالعلم سلاحا، في أيدينا القرطاس. في أيدينا القرطاس. ولكن للأسف كما ترون عادت الحشرات كما كانت وبطريقة أفظع. أنا حقا يا صديقي لا أعرف كيف سنحل هذه المشكلة. لكن الأمر بمنتهى السهولة، حل هذه المشكلة يكمن في الأعداء الطبيعيين. أنا لا أفهم ما الذي تقوله. أعداء طبيعيين يعني من البيئة. نحتاج إلى طائر ليخلصنا من هذه الحشرات. أسرع يا أبا قردان، بدنا نصل. ماهر ماهر يا الله، طفل شاطر ما أحلاه. ماهر ماهر يا الله، طفل شاطر.